الحمد لله القائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين الذي دعا إلى كل عمل يبعث الأمن الاجتماعي والاطمئنان في نفوس المسلمين وعلى آله وصحبه الذين سلكوا مسلكه في تحقيق الأمن أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى سفينة النجاة يوم القيامة عباد الله إن الأمن في الأوطان ضرورة من ضروريات الحياة ولا تستقيم الحياة بدونه ولهذا لما دعا الخليل إبراهيم عليه السلام لأهل مكة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الآية فبدأ بالأمن قبل الرزق لأن وجود الأمن سبب للرزق ولأنه لا يطيب رزق إلا في ظلال الأمن الوارفة والأمن أيها الإخوة هو الهدف النبيل الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب يقول تعالى مذكرا قوم سبع بنعمة الأمن الحاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا في قراهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ويقول سبحانه ممتنا على قريش بنعمة الأمن أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي وابن ماجه عباد الله يتحقق الأمن بأمور الأمر الأول بتوحيد الله تعالى وعبادته وطاعته والعمل الصالح قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وكذلك يتحقق الأمن باجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه النصيحة والوصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ولا تستقيم الولاية والجماعة إلا بطاعة ولاة الأمور أما بالخروج عليهم ومحاولة خلع ولايتهم ومحاولة إفساد الأمر فإن هذا هو الهلاك العظيم إن الأمن الذي فقدناه في هذه البلاد المباركة إنما هو بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يقول ابن كثير رحمه الله
مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فبما هي عن سيئات تقدمت لكم ويعفو عن كثير من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ويقول ابن آشر رحمه الله إن من المصائب التي تصيب الناس في هذه الدنيا ما سلط الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم. وإذا كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس مؤينين كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في الدنيا جزاء على أعمالهم زيادة في التنكيل بهم إلا أن هذا الجزاء لا يطرد فقد يجازي الله قوما على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة وقد يترك قوما إلى جزاء الآخرة. ومن أسباب تحقيق الأمن يا إخوة الإيمان الحرص على رد كل تنازع في أمور الدين والدنيا إلى الأصلين العظيمين والوحيين الكريمين. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويتبع هذا الأصل أن يرجع الناس خاصة في أزمان الفتن إلى علماء الشريعة الراسخين الذين ينظرون إلى الأمور بفهم دقيق واستنباط عميق وخبرة طويلة. فربنا جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله. عباد الله، من أعظم أسباب فقدان الأمن وحدوث الكوارث والخطوب الإعراض عن طاعة الله جل وعلا وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفشو المعاصي والسيئات. يقول ربنا جل وعلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه مملكة سبا أنعم الله عليها بأعظم نعمتين رغد في العيش. فقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. والنعمة الأخرى الأمن في الأوطان، فقال سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ولكنهم ما شكروا نعمة ربهم فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوها فأتاهم العقاب. فقال سبحانه
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. عباد الله، لا بد أن ندرك أن نعمة الأمن لا توجد إلا بوجود مقوماتها، ولا تدوم إلا بدوام أسبابها، والتي أعظمها توحيد الله والإيمان به، والاجتماع ونبذ التفرق، والالتفات حول ولاة الأمور بالنصح والدعاء. صلوا رحمكم الله على رسول الله امتثالا لأمر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.